من جهته قدم السفير الصيني شكره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة للوقاية من كورونا التي يرأسها المحافظ، مشيدا بالإجراءات الاحترازية المتخذة والتي كانت السبب الرئيسي في خلو صلاح الدين من أي إصابة، مبينا أن هناك تواصلا بين الطرفين وعملا مشتركا ضد كورونا من جهة، وإنجاز العمل بمحطة الجالسية الكهربائية. أولا أشكر سيادة المحافظ لزيارة هذا المشروع معي. 也非常高兴从萨马拉. كما يسرني كثيرا أن أتبادل وجهة النظر مع السيادة المدير العام دائرة الصحة. 今天我们从巴格达往萨拉赫丁赶，我们感觉到整个萨拉赫丁省的. في طريقنا من بغداد إلى صلاح الدين، حقيقة لاحظنا أن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل صلاح الدين أفضل بكثير من أماكن أخرى في العراق. أعتقد أن هو سر النجاح حالات الإصابة الصفر أو قليلة جدا في محافظة صلاح الدين. ولكن يجب علينا أن نتخلى عن الحيدة والحذر. 今天我们专门跟省长先生交流意见，就是。فخلال المباحثة قبل قليل مع السيادة المحافظ، أكد لسيادته أهمية حماية الممرضين والأدباء المحليين في محافظة صلاح الدين. 我们也建立了这个双方保持经常交流的一个渠道。 كما أقمنا آلية التواصل المستمرة بين محافظة صلاح الدين والسفارة الصينية. 当然，你不可能就是靠中国专家的。 لكن كما تعرفون زيارة الفريق الصيني هي ليست حالة مثالية تعالج جميع مشكلة وتقدم خطة ممتازة متكاملة مثالية. 但是我们可以通过后期的交流. أهم من ذلك هي الاستمرار في التواصل المكثف بين الجانبين لنقل الخبرات الصينية لنظرائه العراقيين. 总之我们愿和伊拉克朋友一起共同努力来对抗这次疫情. على كل حال نحن نستعد ونحرص كل الحرص على تعزيز التعاون وبذل جهود مشتركة مع الجانب العراقي للتغلب على وباء كورونا. 在这个基础上，我们共同加强基础设施的重建. وعلى هذا الأساس نعزز بناء البنية التحتية في العراق، كما نتمنى يتم إنشاء وإكمال مشروع صلاح الدين الحراري في وقت قريب جدا. 再次感谢省长先生. شكرا لكم سيادة المحافظ.